نحن في هذه المناسبة الذكرى 56 لثورة 14 أكتوبر المجيدة نهنئ بها القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ونائبه الفريق أول علي محسن صالح نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كما نتعهد لرئيسنا بأننا على الدرب سائرون وماضون على درب شهداء ثورة سبتمبر وأكتوبر ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين ونعاهدهم الله بأننا سنكون على هذا الدرب حتى آخر قطرة من دمائنا. بالنسبة لنا ثورة 26 سبتمبر وثورة 14 أكتوبر يعتبران عالم أو أعلام للجمهورية اليمنية الذي تنور طريقنا ونسير على درب هذه الأعلام أعلام من الشهداء ومن الجرحى والأشلاء الذي ضحوا من أجل هذا الوطن الغالي ونحن إن شاء الله سنكون على دربهم سائرون ولن نقصر يوما ما بتضحيتنا بأوقاتنا بدماءنا بأبنائنا من أجل الحفاظ على هذه الثورتين ورفع مجد اليمن عاليا وسوف بإذن الله إن شاء الله تعالى يزدهر اليمن عن قريب وتمضي هذه سحابة الصيف ويحقق لليمنيين وحدتهم للدولة الاتحادية وبإذن الله سائرون لتحقيق هذا الهدف وهذا المجد العظيم لأبناء اليمن قاطبة بإذن الله تعالى. نهني القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية المشير علي محسن الأحمر بالذكرى 14 لأكتوبر و 26 سبتمبر وبهذه المناسبة نزف إليهم أجمل التهاني والتبريكات ومن هذا المكان من عقبة العرقوب ومن الخطوط الأمامية نزف البشرة السارة وإن شاء الله النصر قريب. من هنا من سواحل البحر العربي من محور أبيل بالأمس القريب احتفلنا وأشعلنا ثورة 26 سبتمبر واليوم سوف نشعل ثورة 14 أكتوبر التي هي امتداد ل 14 أكتوبر التي قاومت المحتل البريطاني واليوم سوف نواجه مشروع الاحتلال الجديد بصورته الجديد. نحن على يعني أتم الجاهزية للقضاء على المشروع الجديد وجاهزين بإذن الله عز وجل ومنتظرين توجيهات من القيادة السياسية والعسكرية. بالروح بالدم نفديك يا يمن بالروح بالدم نفديك يا يمن بالروح بالدم نفديك يا يمن نفديك يا صنعاء نفديك يا عدن. نحن القوات الجيش الوطني المرابطين في قبائل العرقوب ونبشر القيادة السياسية بأن معنوياتنا عالية تمام ضد كل من تسمون له نفسه تمام المساس بأمن الوطن تمام وسيادته وحكومته وشعبه تمام. سوف نتحرك قوات الميليشيات المجلس الانتقالي.